تقول لنا اش واقع اليوم وتهضر لنا على الاغنيه الجديده ديالك. مرحبا. كي جاتك بعدا؟ زوينه بزاف. واش بزاف بزاف؟ زوينه بزاف. دابا اللي كتسولني اغنيه الازهر المكتوب هي من كلمات والحان انور مخدور، توزيع نحلة بدي، الكليب هو من اخراج جواد قصار واشراف فني شرف الناجي. فكنوجه تحيه كبيره لهاد الناس كلهم اللي خدموا معايا في هذا الكليب. شنو بغيتي نقول لك اكثر عليها؟ انتم شفتوا الكليب، اغنيه عاطفيه ونتمنى ان شاء الله تعجب الناس. الرقص في الحقيقه هو شي حاجه اللي كنبغيها بزاف، وانا ملي كنت صغيره وانا كنتعلم الرقص ودابا كنعلمو لبنتي، يعني كتعلمو في بلايص داكشي. ملي جا هاد الكليب يعني المدير الفني اللي هو كوريغراف كنوجه له تحيه كبيره، فارتاح انني ندير واحد الحركات مع الراقصات وداكشي، هكذا مشات هكذا باش شتوني كان في هذيك الاطلاله جديده وستيل جديد. اكيد يا ريت. على فكره بنتي كتغني شويه ولكن كدير الكوميديا اكثر، وكدير الرقص، كدير لا دانس كلاسيك، كدير السالسا، وان شاء الله علاش لا، بالحق نبغيها بعدا تكمل قرايتها وتدخل داك الساعه ديال اللي بغات. بالنسبه لرمضان هاد الساعه ما كاين والو، المهم ما عندي والو هاد العام في رمضان ان شاء الله. بالنسبه للتمثيل، بالنسبه للسينما، يمكن ان شاء الله غادي ندخل هاد التجربه هذه لاول مره في حياتي، وكنتمنى ان هاد المشروع يتم. اش غادي نقول لك؟ في الحقيقه كلها وحر يعني في الراي ديالو، ولكن اللي ما كيعجبنيش هو ملي تيكون شي واحد اللي كيقول شي حاجه غير هكذاك لله في سبيل الله، وكينساو بانه راه حقيقه راه ما كينزل واحد العمل، راه ما كنخرج واحد العمل حتى كنكونوا راه ماشي تعبنا عليه، راه بزاف بزاف بزاف. كتبان لكم اغنيه ديال 3 ولا 4 دقائق ولكن راه شهور وحنا كنخدموا عليها. فشوف الله يجازيكم بخير، فكنكونوا خدمنا عليها شهور. وش غادي نقول لك؟ كل حر في الراي ديالو صافي.